مستمعينا الكرام، كيداه ديا فقرتنا فين ما كنتو، حنا كنتواصلوا معكم. شنو كديروا؟ واش اخباركم؟ فلقاء الفتوح اكيد فتح الميكروفون لكم فين ما كنتو. معنا واحدة من المستمعات الكريمات، من المستمعات الوفيات لقاء الفتوح، لالا لطيفة الطبيلي. صباح الخير. صباح النور لالا، كيدايره؟ اش اخبارك؟ بخير الحمد لله، كيف صحتي؟ الحمد لله. لالا لطيفه، ملي كنتكلموا معك كتقولي لنا انا من قدماء المحاربين ديال اللقاء المفتوح. هيا تبارك الله، وانا معكم 8 سنوات. 8 سنين لالا لطيفه. هيا لالا، هيا. اولا بعد انا جد مسروره. مرحبا. انني نكون اول مشاركه برنامج اللقاء المفتوح في الحلتي الجديده. مرحبا مرحبا. وخير ما نفتتح به هذه الصبيحه باذن الله هو قول الله عز وجل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شكرا. الحمد لله العمل كاين، الحمد لله العمل جد كاين زعما ما عندنا ما نقولوا الحمد لله. هذا الشيء اللي شفناه في عده سنوات احنا معكم. وما ننساش الله يجازيك بخير، واحد الدقيقه غير اود ان انوه بالمجهودات التي يقوم بها الطاقم باكمله. بارك الله فيك. وما ننساوش المذيعات اللي توالوا على هذا البرنامج. اكيد. مثل نادية النايا وخديجه شفيق وجليله وسناء وهناء وكاع الاخوات تبارك الله، لا اللي امام الميكروفون ولا وراء الميكروفون. ولا المخرجين ولا زعما داكشي كان في المستوى الرائع. وكذلك النساء اللي ساهموا في النجاح ديال البرنامج بتجاربهم شخصيه مده سنوات عديده. نعم. لالا لطيفه، احنا دائما كنتواصلوا معاك بطبق بوصفه بنصيحه، ولكن ما عمرنا ما عرفنا شكون هي لطيفه الطبيلي. لطيفة الطبيلي وخلنا أنا مدرسة متقاعدة. نعم. استفدت من ديك المغادرة الطوعية في 2005. ومن بعد منين جلست من العمل اكتشفت حقيقة البرنامج اللقاء المفتوح، لأنني وليت كندخل الكوزينة وكنتلقى الراديو كل صباح. وكانت مفاجأة أنني زعما تحكيت باللقاء المفتوح وعجبني بزاف بزاف، إوا بقيت كنتصل باش نشارك، كنتصل لمدة شهور وأنا كنتصل عاد حصل لي الشرف أنني نتواصل معكم. مرحبا. ومن بعد عافوني الأخوات الله يجازيهم بخير، عافوني زعما وعافوا القيمة ديالي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. شاركتي بزاف. أيه. يعني في مجموعة ديال الفقرات وعطيتي مجموعة ديال الوصفات. ما تنساش اللي كان شي لالا لطيفة. الله يبارك فيك لالا، بلا جمل. وليت نشارك حتى مع لالا ديالنا برنامج فتحة صيفية في الليل. نعم نعم. مشكلة هي كطعيت ليا والحمد لله. لأن الواحد كيشدو حتى لانيماتور حتى المنشط هو راه كيشد المستمعين والمستمعات. كتولي تابعاه واخا يدير أي برنامج في أي روجيستر ولا أي موضوع آخر، كتولي أنت تابعاه وباغاه. الحمد لله، والله كنحسو بحال أن أسرة. نعم. تبنات واحد العلاقات زعما جيدة وطيبة، وكنحسو أننا عائلة وأسرة ما فيهاش الشك زعما. شنو كديري دابا لالا لطيفة؟ شنو كديري؟ فين غاديه؟ شنو كديري؟ شنو باغا ديري؟ قولنا شنو البروغرام ديالك في هذا الصباح؟ هذا الصباح يلاه لالا بغيت نشارك مع اللقاء المفتوح وبغيت نصوب غداتي. شنو وجدنا في الطبق ديال العشرة الله ربي باذن الله؟ العشرة الله غادي نوجد لكم على جوج ديال الشيوات اذا كان عطيني شويه الوقت، اذا كان ممكن. ما كانش نعطيكم غير وحده، غادي نعطيك لالا البسطيله ديال العيد. اييه. وغادي نعطيك واحد الشلاطه بالرمان. وشوفوا انتم كيفاش البسطيله ديال العيد باللحم، غتكون باللحم ديال باللحم، هي باللحم الغنمي. نعم نعم. وشلاضه ديال الرمان. غنتلاقاوك ان شاء الله في العشره الله رب. شكرا لك لطيفه الطبيلي، وصباحك مبروك. واكيد انتم اللي كتعطيو الدفعه، اكيد انتم اللي كتعطيو القوه، اكيد انتم اللي كتعطيونا الشحنه باش كنقلبوا على الافضل دائما والاجود اللي دائما كيتقدم على اتي الاذاعه الوطنيه، وخصوصا في اللقاء المفتوح. من عند المناضلة ديالنا لالا لطيفة الطبيلي، ونعاود نقول لك صباح الخير. صباح النور لالا، هاني هاني دائما موجودة ورا الإشارة. موجودة الورقة، موجودة المقادير، موجودة كلشي من البارح كلشي ناضي. بسطيلة باللحم ديال الغنمي. هيا لالا الله يبارك فيك. يلاه نمشيو مع المقادير. واخا لالا قبل من المقادير الله يجازيك بخير، بغيت واحد الطلب للمسؤولين يرجعوا لنا المنسقة. الله يجازيك بخير، راه عندها واحد الدور كبير بزاف بزاف. الله يجازيك بخير. يلا هاني قلنا المقادير لالا. لا كيلو ديال على الاقل كيلو. كيلو. مثلا نعطيك واحد السلايم بوسطة. على الاقل كيلو ديال الهبرات الغلمي. ديك من رجلها ملي كنصوبوا القضبان. اييه. هذيك المرحله هذيك الضيوف من الرجل. من الرجل. خمسه ديال البيضات مسلوقين. خمسه بيضات مسلوقين. علبه ديال الشامبيون. ذاك المرقد ماشي الناشف. العلبه اللي في هذاك باريزيان. بحال باريزيان. باكيت صغير من الشعريه الصينيه.
بكية صغيرة شعرية صينية. نص كيلو الورقة. نص كيلو ورقة. ملح. ملح. إبزار. إبزار. كاس مخلط ديال الزيت والزبدة. كاس مخلط زيت وزبدة غنقولوا الكاس ديال العنبة. واخا واخا. واخا. نقولوا غير اكثر شويه لان غادي منه غادي نخدموا في اللحم وغادي نخدموا في الورقه غادي نخدموا بها على جوج. نقولوا نتي الكاس شويه من البوص واخا متوسط. شويه القزبور يابس مطحون شويه الا شي معلقه صغيره هكاك تقريبا واخا يابس القزبور يابس مطحون معلقه صغيره القرفه معلقه صغيره ماشي عامره اذا معلقه صغيره قرفه مطحونه عصير نصف حامضه عصير نصف حامضه ايه عاد دابا ثاني القزبر والمعدنوس الطري يعني مقطع عادي القزبر والمعدنوس مقطع رقيق طري مقطع بصله كبيره مشلضه بصله كبيره مشلضه معلقه السمن المذوب معلقه صغيره السمن المذوب الطماطم البنه تكون هي اصل المنزل ولا ما عندك ديري البويون 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 صابي بيدك فقره اخرى نعطيك البويون كيف تيتصاوب واخا ايضا الطماطم البنه كتصاوب في المنزل زعما ماشي منزليه الصنع ها حنا اييه ولا البويون وشويه الزعتره زعتره ايه والزين الزين كاين دوك العويدات ديال الاسنان دوك لي كوردون غادي نديرو فيهم الحبات ديال الكورنيشون حبات وحبات الزيتون ايه كورنيشون وحبات الزيتون الاخضر والاحمر صافي هذوما المقادير نعاودوا المقادير واخا لا انا ولا انت اللي بغيتي انا وياك بجوج نبدا انا الاولى عندك لاله كيلو عندك لاله كيلو هذه لاله مستمعاتنا الكريمات هذه لاله بسطيله ديال اللحم ديال الغنمي عندنا لاله كيلو ديال الهبره ديال الغنمي وتكون من رجله خمسه ديال البيضات مسلوقين علبه ديال الشومبينيون ولا الفطر بكيه صغيره ديال الشعريه الصينيه نص كيلو ديال الورقه شويه الملحه شويه البزار كاس مخلط ديال الزيت والزبده ويكون كاس متوسط ماشي كاس العنبه ولكن اكثر منه شويه معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه وتكون القرفه المعلقه الصغيره ديالنا ما عامراش تكون مسطحه عصير ديال نصف حامضه قزبر ومعدنوس طري مقطع بصله كبيره مشلضه معلقه صغيره ديال السمن مذوب ضامت البنة منزليات الصنع شويه ديال الزعتره وفي التزيين غناخذوا هذاك لو كيغدون يعني هذوك لي كيغدون اللي كان لي عندنا في الدار وغادي عويدات السنان عويدات السنان الله يعطيك الصحه وغنزينوهم بحبات ديال الكورنيشون وحبات ديال الزيتون الاخضر والاحمر نمشيو للطريقه نمشيو للطريقه الله يعطيك الصحه ما عندي ما نقول يلا الطريقه يلا اول غادي نعطيك بالمراحل اولا في الطنجره غادي توضعي السمن المذوب والبصله السمن واللحم اللحم يكون مقطع مكعبات صغار بحال بغينا نضموه في القطبان اييه اللحم مقطع اييه هكاك مكعبات صغار وشويه الماء وشويه الماء وغادي تشحريهم مزيان داك اللحيمه تشحر مزيان مع البصل داك السمن هكاك يلا 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 حتى تشحر ديك الساعه غادي تزيدي عليهم التوابل ما تنديروش التوابل من الاول باش ما تيتحرقوش واخا نزيدو غادي تزيدي عليهم ديك الساعه التوابل توابل يعني منهم الملح البزار القرفه ايوه وداك القزبر اليابس وداك الشيء كلشي تزيدي مع على اللحم وغادي تزيدي كساعه القزبر والمعدنوس داك الطري اللي قلنا وخليهم يطيبوا على خاطرهم بحال كيف تيطيب الكباب المغضور باش نقرب شويه الصوره اييه يطيبوا نعطوه واحد 45 دقيقه تقريبا لا ما كاملاش لا شي ساعة تقريبا كاع المهم يكون النار مهيلة تكون 30 دقيقة تكون النار مهيلة على حسب دابا كي تيلحوا لي دابا تبارك الله إذا كان إذا كان صار ديرها دغيا طيب إذا كان تيكون كتمي وإذا كان آخر شي شوية تياخذ شوية الوقت المهم عين تميزان غادي ديري القطيف ولا الفرشاة غادي يبان لك واش طاب هذاك اللحم ولا ما طابش احنا طبعا الخليط ديالنا دوك الهبيرات بهاد التوابل هادو إيوا يلا هذه المرحله الاولى المرحله الثانيه كتولي عندنا ديك المريقه متقيله بزاف ملبزه مزيان وشارب هو القوام مزيان
وفي المقله تاع ثانيا في واحد المقله غادي توضعي شويه من داك الخليط اللي قلنا اللي فيه الزيت والزبده، غادي هنا غادي نخدموا به بزاف ديال الحوايج، غادي ناخذوا منه واحد شويه غادي نوضعوه في المقله. اذا هذه الزيت والزبده غناخذوا من داك الكاس شويه. اي غادي تاخذي منه شويه توضعيه في المقله ياك. غادي تزيدي عليه شويه من البصله مشلوطه، الزين داك البصله اللي قلنا كبيره غادي تهزي منها شويه بصله مشلوطه، وزيدي عليها داك الفطر ولا الشامبينيا وشويه من الابزار والملح والملح، وخليهم حتى تهبط هذيك البصله مزيان تتبان لك داب تتموت. اييه تتموت تتفنى عاد ديك الساعه ضيفي عليهم عصير الحمض. هذه البصله ما تبقاش تحملني انايا. لا عاد ديك الساعه زيدي عليهم لاله عصير الحمض، عصير الحمض واحد الرشيشه ديال القزبر والمعدنوس، واحد الرشيشه صغيره رشه قزبر ومعدنوس. هذه المرحله الثانيه. المرحله الثالثه واحد الاناء اخر غادي توضعي الشعريه الصينيه، وغادي تزيدي عليها داك البويون يكون غليان، داك البويون اللي عندك مصاب غليان. واخا اذا غنديروا في اناء الشعريه الصينيه زائد هذيك الضامه اللي قلنا المنزليه ولا اي ما بويون عندك انت راسك يكون ما اولا ديك الضامه البنه كنزيدوها حتى هي على الماء غليان وكنذوبوها فيه كنذوبوها فيه وكنزيدوا عليها الزعتره والملح. هاد الزعتره كتمشي مع داك الشعريه وشويه الملح. ديك الساعه خليها جانبا باش تنفخ. من بعد غادي تقطعيها بالمقص كيف العاده، وعندك الساعه بعد ما تصفيها ما تقطعيها تصفيها من الماء مزيان ما يبقاش فيها حس الماء كاع بطاطا. يلا دابا نجيو على المونتاج. احنا كملنا دابا ثلاثة ديال الحوايج كل حاجه بوحدها. وواحد الملاحظه راه كل شيء تيخصو يتصفى ما تهزش المرق من شي حاجه باش ما تفزقلكش الورقه. نعم واخا. اذا في المونتاج غادي تفرشي ناخذ لاطا ديالنا بعدا لاطا ديال البسطيله. يلا طيب بطبيعه الحال هي غادي الصينيه اللي فاش بغيتي ديري المونتاج غادي ديري فيها الاوراق ديال البسطيله. هنا هي الاولى من التحت عاد ديك الساعه فرشي عليها الاوراق ديال البسطيله. ندهنوها بالزبده؟ داك الكاس قلت لك دائما هو خدام معنا. صافي غنغطي غطي صباعك ودهني دهني دابا الطاوة. يمكن لك تردي كاع في الزلافه اذا كان مثلا الكاس فمو ضيق ردي داك انا هذا كاين القياس ديري في الزلافه غادي تخشي صباعك على في الزلافه وتبدي تدهني الطاوة وديك الساعه غادي توضعي الوراق ديال البسطيله. وانت هما ارشيهم ارشيهم شي شويه من هذاك الخليط باش ما يجيوش ناشفين. نعم غادي تفرشي اولا الشعريه الصينيه هي الاولى. اييه تكون مسقطره مليان. وطيات ديرها في شويه ليدامات باش ما تجيش ناشفه شي شويه طيات شي هكا بشويه ليدام. هي الشعريه الصينيه هي الاولى. ايوا هي الاولى. زيدي عليها فرشه ديال اللحم. اييه ثم هذاك البيض هذاك البيض المسلوق غادي نحكوه غليظ غليظ ما نديرو لا نحكوه غليظ. اييه باش تيتقرب من هذاك المذاق ديال اللحم. نزربو شويه لا لطيفه غير باش شويه. اييه باش يتفاير وغادي تختميه بالشامبينيون. اييه وسدي البسطيله كالمعتاد. واخا وقبل التقديم قبل التقديم زينيها بدوك لي كوردون يكونوا منظومين منظومين فيهم الزيتون والكورنيشون زيتونه مثلا خضراء والكورنيشون والزيتونه خضراء الى اخره. راه الصوره غادي نوضعها في السيت قريبا ان شاء الله بحول الله اللي بغا يشوفها بحول الله. ومعك لطيفه غنعاودوا معك الساعه الثالثه ان شاء الله وغنعاودوا هذه البسطيله ديال الحم لانها توقيت شويه زحمنا. غنعاودوا معك هذه البسطيله هذه ديال الحم بالغنمي وغتعطينا قلتي لنا شلاضه ديال الرمان باذن الله. ايوا بقي معنا حتى ال 11 باذن الله. واخا لالا واخا لالا الغداء على حسابكم. صافي الغداء على حسابك وهاد البسطيله هادي جايه من عندك لالا لطيفه. ايوا واخا لالا مرحبا 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 لالا صحك مبروك لالا. بارك الله فيك. الى اللقاء. السلام لالا. الى اللقاء. اللقاء المفتوح في ساعتكم مفتوحه اتاي ل 11 اتاي ل 11 غنبداو بمستمعه كريمه وقديمه معنا لاله لطيفه الطبيضي. لاباس عليك نجددوا فيك الترحاب. الحمد لله والشكر لله الله يبارك فيك. اليوم اليوم كان تكريم ليك ثلاثه المرات كنتي معنا في هاد الثلاث ساعات هذا تكريم ليك وتكريم لكل المستمعات الوفيات الاتي الاذاعه الوطنيه لاله لطيفه. الله يبارك فيك لاله شكرا شكرا جزيلا الله يجازيك بخير. ايوا خليتينا تنشطوا معكم وتنفرحوا معكم. مرحبا مرحبا وخليتينا في شلاضه بالرمان. اييه واخا نديروا شلاضه. نعرفوك لاله بفاطمه بوبريك. فاطمه بوبريك هي مختصه في الطبخ والحلويات حاصله على دبلوم الفندقه استاذه وممولات حفلات. معك لاله لطيفه. مرحبا بك لاله لطيفه معنا.
الله يطول عمرك لاله، متصرفين بالسيده ونتمنى ان شاء الله لها مسيره موفقه في البرنامج. بارك الله. شكرا فاطمه. تقدر تزيد داك شي حاجه في هذه الشليضه هذه، ولا تقدر تعطينا شي وحده بحالها، ما تكونش ابازيه الرمان، تكون ابازيه شي حاجه اخرى. حنا معاك لاله لطيفه، يلا بسم الله. واخا لاله، هذه غير من الابتكار ديالي، هذه انا ما قريتهاش، هذه ديالك. يلا ديالي هذه المقادير لاله. واحد الكاس صغير من حبوب الرمان، واحد كاس صغير حبوب الرمان، نص كاس ديال الزبيب، غادي نرقدوه في ماء زهر والماء مرقد، بعد غادي نشفوه مزيان بالمنديل في ماء زهر والماء باش يحيد هذيك الغبره اللي فيه، ومن بعد ديك الساعه كنشفوه مزيان حتى كينشف شي منديل يكون نقي بطبيعه الحال. كاس صغير ديال القرقع، ويكون مقطع غير باليد قطع كبيره، ماشي بالموس، غير باليد باش ما يتفرتكش. واخا. خياره مقطعه مكعبات، خيارة مقطعة مكعبات صغيرة، ايه، والخس طاو مقطع غير بليد، لان على حسب الطباخين العالميين تيقول لك بانه الا قاسوا الموس تيتقلس اوكسيد، الاوكسيد اللهم قطع غير بليد. الله يعطيك الصحة على هذه المعلومة هذه. ايه سمعناها مع الطباخين العالميين اللي تنتبعوهم. تيقول لك الخس دائما قطعيه بيدك، ما تقطعيش بالموس. تماما لالة لطيفة. ايوا الله يبارك فيك. وتفاحة حمراء مقطعة بقشورها، هي مكعبات. تفاحة حمراء مقطعة بقشورها. ايه. والصلصة. عصير نصف حامضة. فيها عصير نصف حامضة. جوج معالق كبار ديال زيت المائدة. جوج معالق كبار زيت مائدة. الملح والبزار. ملح ابزار. صافي هادو هما المقادير. واخا. وراه تجي رائعة وتيبغي غير الخاطر زعما منعشة بزاف عاد. لا لا زوينة وكلها تبارك الله مفيدة، كاين الزبيب، كاين القرقاع، كاين الخس كذلك اللي هو، وكاين التفاح، يعني الملح والحلو، الملح والحلو، أنا حرص باش ندير الملح والحلو، لأن تيبغيو الأطفال هذا المذاق بزاف بزاف. نعم نعم نعم. نقدروا نزيدوا على شي قطيعات ديال النعناع لالا فاطمة، بحال النعناع حتى هو زوين. ولا لي طوماط سوغيز تا هما تيواتيوها زوينين، لي طوماط سوغيز إلا كانوا مطفرين. ما كانش بلاش، خلي غير هاد العناصر راه كافية. تبارك الله عليك، هذه الشليضة زوينة. أي هي في الإناء، هي تدخل في جميع العناصر وكتسقيهم ديك الساعة بالحليب، تسقيهم بهذيك الصلصة باش ما تكحش التفاح. نعم. وتتقدميها في الصحون الفردية. نعم نعم. هذه خاصها تحضر في الحين، يعني في وقيتها. أيه في الحين. وقيتها. أيه في الحين. وقيتها. نعم. مثلا نعم. الرمان يقدر يكون مثلا مفرك شوية على تيساه، ما فيهش ما يهمش هي. ولكن ذاك العناصر الأولى دغيا تصوبي راه في دقيقة، دغيا ماشي ما نقولوش دقيقة باش ما نبالغوش، المهم ثلاثة دقائق صافي أنت عندك الصلادة. تبارك الله عليك لالة لطيفة، تبارك الله عليك. فاطمة كاين شي بغيتي نعاودو البسطيلة ولا بلاش باقي بغيتي نعاودو؟ نمشيو للبسطيله، البسطيله نعاودوها من الاول كاع باش ناخذوا باش المستمعات اللي ما تبعش معنا البسطيله بالحمد الغنمي نعاودوها. يلا نعاودوا معاك المقادير لطيفه الطويلي. واخا اتصلوا بيا الناس عجباتهم بزاف، يلا نعاودوها لله. يلا مرحبا. ايوه والله العظيم. المقادير. يلا مقادير لله. كيلو على الاقل قلنا على الاقل ديال الهضره الغنمي. ايه. من الرجله. ايه. من الرجله. ايه. اللي كنصاوبوا منها القطبان باش نقربوا للمستمعين. ايه. خمسة البيضات مسلوقين، ها هما علبة الشامبينيون، ها هي الباريزيان اللي في الحك، هي باكيت صغير ديال الشعرية الصينية، ها هي نص كيلو ديال الورقة، ها هي الملح والبزار، هي كاس مخلط ديال الزيت والزبدة، هي يكون كاس متوسط، شوية متوسط، يكون كاس متوسط لأن بغينا نديرو بزاف ديال الاستعمالات، غادي نخدمو به بزاف الحوايج، يعني يكون شوية على العنبة، يكون شوية على العنبة، شوية فايت شوية العنبة، فايت شوية العنبة، شوية شوية القزبو يابس. اي مطحون، نقولوا معلقه صغيره، معلقه صغيره القزبور يابس مطحون، اييه معلقه صغيره القرفه مطحونه، اي مسطحه، اييه عصير نصف حامضه، ها هو القزبور والمعدنوس طري مقطع، ها هو دقيق، بصله كبيره مشلوضه، ها هي معلقه السمن مذوب كاينه، ضامات البنه مهيئه في المنزل اولا البويون، نعم اولا الماء ديال الدجاج ديالنا الا كنا طيبناه ولا ديال شي حيمه ولا البويون. نعم البويون. نعم غير باش نبسطوا على لطيفات العيالات اللي الفرونسي شويه على قد الحال شويه. واخا المهم العظام تطبخيهم مع شويه الخضار، ايوا تيبغي واحد الوقت شويه طويل، ومن بعد كتصفي هذاك الشيء، هذاك هو البويون. ايوا ممكن تحتفظي به حتى في الثلاجه في الكونجيلاتور، كل مره تهزي شويه تبنني به شي صوص، يعني عنده عده استعمالات. هي لاله معك وفكرتني كاع دابا الاخت
اللي اتصلت بيا الكبيره تاعي فكرتني بواحد القضيه تاعي كنديرها هو داك المات الشوا. اييه اييه فاش كنبخروا الحمات ديالنا اييه كنبخروا الحمات تخلي المات تيبرد وداك الشقاف اللي كيديروا في الوجه ديال الماء كنهزهم كنخبيهم في الكونجيلاتور تاع دوك تيديروا يفورون لافير كيف تيقولوا النصارى حتى هما تيقضيو الغرض حتى هما تبارك الله عليك لاله لطيفه. اييه وصلنا للزعتره اييه والتزيين كاين عويدات الاسنان كيغدون اييه وحبات الكورنيشون وحبات الكورنيشون وحبات الزيتون الخضر والاحمر صافي هادشي ما قادر. نعم طريقه في الطجره انا عندنا ثلاث مراحل في الطريقه لاله لطيفه باش نوضحوا ثلاث مراحل انا راه تنفسر داك الشيء باش يجي باش الناس المتابعين يفهموني مزيان. ياك المرحله الاولى في الطجره غادي نوضعوا السمن المذوب ها هي والبصله ها هي واللحم مقطع مكعبات صغار ها هما بحال القتبان وشويه الماء شويه الماء نعم شويه وغادي نشحرهم مزيان انت واقفه انت كتقلبي بالمغرفه العود كتشحريهم مزيان عاد ديك الساعه كتزيدي التوابل باش ما يتحرقوش ديك التوابل. اييه زيدي التوابل الملح البزار القرفه القزبر اليابس القزبر والمعدنوس نعم كتزيدي القزبر والمعدنوس وكتخليهم يطيبوا على خاطرهم بحال الشكل ديال الكباب المغضوض نعم فكيتكثر مزيان هذاك اللحم نعم ويطيبوا لنا دوك اللحيمات يعني يطيبوا على خاطرهم نعم نعم. هذه المرحله الثانيه في المقلات واحد المقله فتوضعي شويه من داك الخليط اللي عندنا فيه الزيت والزبده كتهزي منه واحد شويه احنا هزينا منه في المقله هي كتزيدي عليه شويه ديال البصله مشلطه هي والشامبينيون او الفطر وشويه من البزار وشويه من الملحه كتدربري عليهم شويه البزار وشويه الملحه ونخليو البصله حتى تموت وتخلي داك البصله حتى تهبط مزيان هذاك الاسك تهوت مزيان تهبط ايوا لاله لطيفه عاد ديك الساعه كتضيفي عصير الحم ها هو هذه المرحلة الثانية وانا ونزيد نسيتي لي واحد الرشيشة ديال القزبر والمعدنوس إذا بغيتي هي ياك واحد الرشيشة هي رشيشة هي الله يعطيك الصحة أي شوية في الوجه ديالها واخا المرحلة الثالثة في المرحلة الثالثة في واحد الإناء آخر أييه غادي توضعي ديك الشعرية الصينية وغادي تزيدي عليها ذاك البويون غليان أييه يعني ذاك الماء اللي كنا دايرين فيه ذاك الخضار وذاك العظام أييه كتصفيه وكتزيديه غليان على ديك الشعرية أييه أولا ديك الضامة البنة اللي صوبتي أنت في المنزل مع حتى هي مع ديك الماء غليان المهم أيه. الشعرية كتبغي دائما الماء غليان أييه وشوية الزعترة والملح ها هو وكتخليها جانبا حتى كتنفخ مزيان عاد ديك الساعة كتصفيها وكتقطعيها بالمقص. ها هي. مزيان ما بقاش فيها حس الماء وتقطعيها بالمقص. نعم نمشيو للمونتاج. غادي نجيو دابا للمونتاج يلاه يعطيك الصحة. أييه. غادي تبني بطبيعة الحال البسطيلة الوقات البسطيلة اللي بغيتي توا عفوا البسطيلة اللي بغيتي يا مستطيلة يا دائرية أنت والذوق ديالك. نعم الدائرية كتجي نعم أسيدي معمرة العين. أييه تتعمر العين. هذيك المستطيلة حتى هي تتجي شوية شكل جديد. هي تتجي عندها واحد المنظر زوين. أييه. تيجي شكل جديد. كيف كنقولوا اقتصاديه ما كت ما كتضيعش وما كتضيعش لا ما تضيعش ما كتضيعش لا يعطيك الصحه نعم اذا غادي تفرشي قلنا الوراق البسطيله من بعد وغادي تديري ذاك الخليط اللي عندك الزيت والزبده غادي يكون على فاتك ويكون عند السلافه وتبدا كتخشي يديك وتطرشي ذوك وريقه البسطيله هكا تطرشيهم بيديك حتى تدهنوا من بعد غادي تفرشي اولا الشعريه الصينيه هي الاولى اييه يعني كي قلنا مسقطره مزيان ومخلطه مع شويه الزبده مدمريه اييه غادي تزيدي عليها الفرشه ديال القطع اللحم اييه ثم غادي تزيدي ذاك البيض مسلوق كي قلنا ولكن يكون محكوك غليظ واخا البيض مسلوق باش هو تيتشرب ذاك المذاق ديال اللحم تيدخل الا كنتي غير دوار تيبقى غير سطحي ولا درتيه محكوك غليظ تيدخل مع اللحم وتيتشرب المذاق ديال اللحم تيجي لذيذ بزاف نعم نعم وكانوا غادي تختمي بالشامبيون كيف ما هو الاخير نعم وهو هو السر في هذه هو دوك قطع اللحم سقطروه مزيان باش ديك المرقه ما تهبطش على الورقه. البسطيله من 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 النصائح للجميع السيدات اي حاجه بغيتي تصاوبي بها البسطيله دائما تخصها تصفى. نعم تكون ناشفه لاله فاطمه ياك. تهزك الورقه تهزك ليك الورقه وتتخسر ليك البسطيله اي حاجه اي من العناصر كلها تخصها تصفى. نعم نعم ومن قبل التقديم تتزينيهم بليكيغدون كدهنيها من فوق كدهنيها شويه بديك الزبيده والزيت. دائما ديك الزلافه حداك تتخشي يدك انت تديري مونتاج وانت كتخشي هذيك صاحبتك هذيك الزليفه اللي فيها الزيت والزبده خاصها تصاحب معك في هذيك الوقيته تكون محداك في الطاوة واخا تخشي يدك وترشي تخشي يدك وترشي وداني واخا عاد قلت لك ملي كتشديها تدخليها تطيب للفرن الفرن عفوا 180 درجه
وصافي واحد النصيحه حتى هي جيهان بزاف نعم. الناس ما تقدرش يقلبوا البسطيله، راه سير طلب بسطيله هو القليب ديالها، خاصها تقلب، خاص يكون عندك جوج طواطح وحده كتخشى في وحده نعم. باش كتقلبيها بسهوله نعم. وتطيب من جهه الجوانب وتتجمر مزيان نعم نعم. ملي تخليتيها طايبه غير هكاك في جهه وحده، واخا تطلق على الفران ديال الفوق تيطلعوا القشور، بصح يطلعوا القشور للوجه وتيغطيو هذو المنظر ديالها خايب. ما هي سير طلب بسطيله هي انها خاصها تقلب. عندها فاطمه واحد لاستيس اخرى فاطمه؟ وي لا لا الا بغيتي البسطيله ملي نكمل لا لا الله يعطيك غير دقيقه صافي غادي الوجه ديالها من الفران غادي تبيكيها تغرسي فيها دوك لي كيغدون تغرسيهم في الوجه ديالها وفيهم الزيتون بالالوان وفيهم سميتو الكورنيش. تبارك الله عليك فاطمه. شي استيس اخرى شي سر اخر ديال البسطيله؟ البسطيله باش كنقلبوها يعني كيطلعوا لك داك الوراق، الورقه كتطلع لك منين غادي تدهن بسطيله من الفوق. من الاحسن تدهن بالبيض ديال البيض والزبده والزيت، يعني يكونوا ديجا مخلطين وكيدهنوا، لان دابا لي فوغ ديال دابا ولا الفوغ ديال الالكتريك يعني كتدخلي له يعني ما كتعاوديش تحليه حتى كيطيب، حتى كطيب بسطيله ولا بسطيلات اللي فيهم ديكوراسيون يعني ما يمكنلكيش تقلبيها على وجهها، يعني كاينين لي ديكور لي الفوق وداكشي. بان فوالا البيض ديال البيض كيخلي داك الورقه لاصقه اييه وما كيعطينا لا لون لا يعني كيجي اللون عادي كانها مدهونه غير بالزبده والزيت. هذا الوجه ديالها الوجه ديالها كيتدهن بالبيض البيض باش ما كيطلعولناش القشور ديال البسطيل. نعم كتحد يعني من داك فهمتي لا يعني من الفوق اون فوا كنديروا الورقه كندهنوا بالبيض البيض والزبده والزيت وعاوتاني عنديروا الورقه الفوقانيه، وديك الساعه كديري الديكور اللي كيعجبك وكتبقى البسطيله كطيب او ميم طون من التحت ومن الفوق، لان كيكون الفوغ فيه التحت والفوق كيطيب في دقه واحده. بلاتي لالا واحد الملاحظه ترى وبغيت نتايا استفسار، انت مثلا درتي لها الديكور ودخلتيها كيفاش ديري تحطيها في التبصيل ديال التقديم؟ غادي تحطي اللاطا ما فيهاش ما فيهاش الجناب، وغادي تحطي اللاطا نيشان وغادي ديري تحتها بابي سير في ريزي الورق ديال الطهي. اذا خاص شي طاوة خاصه ديال هذا البسطيله. فوالا دابا ولاو بسطيلات جدادين كلهم الطاوات ديالهم خاصين بهم فهمتي مدام. وبسطيله ديال وبسطيله ديال الدجاج اللي كيكون البسطيله ديال الدجاج اللي كيكون فيها اللوز وكيكون فيها العسل وداكشي الساميو طابع على الظهر ديالها فهمتيني لالا، باش ما كاين الناس اللي كيبغيو الحاجه المالحه بوحديتها والحاجه الحلوه بوحديتها. دونك فوالا ملي كطيبوا فيها داك اللوز مع السل تحت وداكشي يعني ما تيخليش داك الحلاوه اللي الفوق الحلاوه كتنزل على الدجاج اللي لتحت، يعني كيطيب الملوحيه بوحديتها والحلاوه بوحديتها فهمتيني لالا. انا اللي كندير على نعطيك انا السوس اللي كندير فهاد ديال الدجاج واللوز، انا كناخذ شي ثلاثه الورقات او الاربعه وكنحمرهم هما الاولين، الوقيته اللي كندير المونتاج كنعزل اللوز من الدجاج كنعزلهم دوك الورقات مجمرين مجمرين في الداخل كتفرقي مجمرين في الفران مجمرين في الفتات عليهم شويه الزبده طرشيهم وتدخلهم من الفران الوقيته هذه فكره زوينه. برافو هذه فكره زوينه، تتولي داك الورقه بحالها بحال شي لوز كتشي حاجه كروكون شي حاجه زوينه مقرمشه 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 وكتعزل لك الماء وكتعزلو من 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 الحلو لطيفه. نعم. وي تبارك الله عليك لالا لطيفه وتبارك الله عليك بزاف بزاف، يعني الوصفات اللي عطيتيهم وصفات يعني شنو نقول لك يعني وصفات بروفيسيونيل بروفيسيونيل بالنسبه للشلاضه اللي عطيتي في المره الاولى، هذيك راه شلاضه عالميه ديال الرمان والفواكه اليابسه ما غير في قلت لك شلاضه عالميه يعني كدار مع سكسو ديال البلبوله، عاود الخس والخيار تيدار سكسو ديال البلبوله، ما كيدار التفاح وكيدار الرمان وكيدار اللوز كيدار القرقاع يعني المسائل الفواكه اليابسه اللي عندك في الدار وكيدار معاهم الرمان وهكاك عوض انت بدلتيهم بالخس والخيار. تبارك الله عليك لالا من عندي الله يبارك فيك، داكشي كديك انا راه من عندي داكشي غير اللي عندي مطفى في الكوزينه. تبارك الله عليك، انا قلتها لالا جيان في الاول قلت لها الطبخ راه فن داخلي يعني واحد الحاجه اللي تتخرجيها انت ماشي شي حاجه اللي كتقرايها، القرايه كتبقى غير مسائل اللي كنقراو هذه تقنيه هذه بحال غير لينيسياسيون غير لينيسياسيون داكشي اللي كاين. مي الطبخ راه شي حاجه دابا الا طيبت شي وحده مازال صغيره وقاريه وعندها دبلومات عاليه وجبنا شي وحده قديمه جبنا لالا خديجه سديره طيب لنا شي حاجه ديال القديمه راه ما غاديش تجيبها بحال وحده بدبلومات عاليين بصح. التجربه التجربه هي كل شيء والموهبه شكرا لك لاله لطيفه طبيلي، واكيد مستمعتنا الكريمات معكم فاطمه بوبريك الاجابه على كل الاسئله وكذلك كل اسرار فن الطبخ والحلويات اختيار غنائي حافظ المحمدي دائما.